السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتوا شفتوا كده في أول الفيديو، جميل جدا وطعمها بجد طعمها حلو قوي، وبجد هتشرفك في العزوبيات. وممكن بدل ما نحط كاستر ممكن نحط كيكة من تحت ونحط جيلي من فوق، فواكه. هقول لكم برضو واحنا بنعمله كده ممكن نحط ايه ونشيله ايه بالظبط. احنا هنا كده معانا كام كوباية من اللبن؟ معانا بالظبط 4 كوبايات من اللبن، 4 كوبايات من اللبن. كل باكم من ده عليه 2 كوباية من اللبن. بسم الله. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده احنا معانا 2، هنحط ايه 4 كوبايات من اللبن. والسكر بالظبط كده ايه 1/2 كوباية، انا بحب الحاجه سكرها زياده شويه. بسم الله. لو انتوا مش حابين الحاجه سكرها زياده ممكن تحطوا 1/2 كوباية، انا حاطه هنا 1 كوباية إلا ربع. بسم الله. واهم حاجة عشان المكونات بتاعتنا تتماسك كويس هنحط كمان ايه معلقة كبيرة من النشا. كده عامة الباكو ده كم معلقة بالظبط؟ 2.5 معلقة. اهوت معلقه ايه كبيره من النشا. النشا هيعمل تماسك للكاستر بتاعنا ويمسك معانا بسرعه. اهم حاجه تقلبه كويس عشان ما يكونش فيه تكتلات ويكون طعمه مش حلو. قلبه كويس كده على البارد وبعدين ايه نحطه على النار. لو طلع بقى طبعا المكونات بتاعتنا مش هتطلع ايه، هتطلع مظبوطه. لو انت بقى طلع المكونات عندك خفيفه بقى وكده ولقيتيه وانت بتعملي لقيتيه خفيف بالظبط، هتحطي 1/2 معلقة نشا، هتدوبيها بـ2 معلقة ميه وتحطيها هتتماسك معاكي ايه على طول. كده بقى نحطوها على النار بقى. بسم الله. اهم حاجه التقليب المستمر. معلش بقى لو الاضاءه ايه مش كويسه، تفضلوا تقلبوا فيها كده لحد ايه ما تتماسك معاكي. اول ما تتقل معانا كده على طول تكونوا موطين النار، بس اهم حاجه تكون ايدينا في الكاستر بتاعنا عشان ما يكونش فيه تكتلات. بسم الله ما شاء الله بجد جميله جدا. بصوا بتبدا تتقل معانا ازاي كده، يبدا يتقل اهو. اهم حاجه ايدينا فيه. بصوا بيتقل ازاي، انا ما حطيتش اي حاجه تانية زي ما انتوا شايفين. بصوا الفقاعات دي كده خلاص هنطفي بقى النار. بسم الله بسم الله بقى. ممكن تعملوا بقى كاسات كده تبقى حلوه جدا. بسم الله. هنحطه بالظبط لمدة 10 دقايق في التلاجة، بس طبعا لما ايه يبرد شوية. وانا عايزة دول كده اعملهم ايه، الحبة اللي فاضلين هنا في الحلة هنحطهم ايه في الكيس. بسم الله. ممكن بدل ما انتوش عندكم الصينية ديت ممكن تحطوا في كاسات كده تبقى شكلها منظرها جميل جدا، برضو بتنفع ايه تتحط قدام الضيوف. اهم حاجة نسيبها لما تبرد خالص، ما ينفعش نحط عليها طبعا الجيلي لحد ما تبرد، ونحطها بالظبط لمدة 1/2 ساعة في التلاجة ونطلعوها تاني. هنسيبها بقى لما تبرد خالص وندخلها التلاجة اول ما تطلع اوريها لكم. زي ما انتوا شفتوا كده طبعا قلت ايه بقى قبل ما تبرد وكده نحط الفراولة. عايزينها لما تبرد اللي كسر وتحطوا الفراولة براحتكم، بس ايه عشان نكسب وقت بس. بسم الله. كده حسب بقى الفاكهه اللي انتوا عايزينها، ممكن تحطوا تفاح، ممكن تحطوا رمان. انا معايا رمان هنا بس انا اصلا مش اكيله قوي في الرمان، انا بحب الفراوله جدا. ممكن تحطوا رمان وفراوله. ممكن بقى لو انتوا مش عايزين تحطوا كاستر ممكن تحطوا الكيكه، بس الكيكه تكون ايه سمكها بسيط شويه، ما تكونش سمكها عالي، يكون سمكها زي كاستر كده. وبعديها ترصوا الفراوله وبعديها تحطوا ايه الجيلي. يعني بصوا بديكوا افكار وانتوا اعملوا بقى. طبعا ايه هي كده ايه شكلها حلو. ممكن نحطه هنا من الاطراف هنا
اي حاجة. شايفين جميلة جدا. طبعا بقى ندخلوها برتقال، هنحطه هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده. طبعا هي لسه سخنه، ما قلت احطها في التلاجة، قلت ايه احط ايه الفراوله كده وبعدها ايه ادخلها التلاجة. طبعا هي ايه ادخلها بقى التلاجة بقى في الوقت ده بالظبط كده. عدى نص ساعه، انا حطيت الكاستر بتاعي في التلاجة. بسم الله. الجيلي ده جيلي فراوله. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تستخدمي اي حاجه تانية لو انت عايزه. يعني انا الشركه اللي بستخدم شركه بين فود، جميله جدا 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 يعني في كل حاجتها، في الكاستر وفي الجبن في كل حاجه. بسم الله. اهم حاجه نستخدمه ايه؟ ميه مغليه. بسم الله. الميه طبعا كده بالظبط. هنحطه ايه كوبايه ونص من الميه المغليه. بالظبط كده. هندوب الاول الكسر الجيلي في الميه المغليه وبعدين هنحط الميه بسعه. طب انتوا لو عايزينه اخف من كده براحتكم، ممكن تحطوا كوبايتين من الميه المغليه، بس السمك ده حلو عشان عشان يكون معانا يتقل مع يتماسك معانا بسرعه. معلش عشان يتماسك معانا بسرعه، لو حطيتوا كوبايتين مش هيتماسك معانا بسرعه. كوبايه ونص بقى هيتماسك معانا بسرعه بالظبط، مسافه ساعتين كده هيتماسك معانا بسرعه يبقى حلو. بسم الله بقى كده. هنحطه كده ايه كمان كوبايه ميه ساقعه، ميه عاديه خالص. بسم الله. بس بقى كده مسافه بالظبط ساعتين تلاته كده هتمسك معانا على طول. نسيبه بقى شويه كده على جنب لحد ما يبرد. برضو هنسيبه لما يبرد شويه، مينفعش يتحط ايه، شايفين بيطلع بخار ازاي، ما ينفعش برضو يتحط كده على الكاستر لسه سخن، لما يبرد وبعدين نحطه على الكاستر. بسم الله. طبعا كان عندي بواقي كتير فاكهه وخفتها تبوظ عشان اولادي ما بيحبوش الفاكهه الكتير وكده، يعني مش على طول، كل فين وفين لما ياكلوا ايه يعوزوا برتقال يعوزوا موز يعوزوا الحاجات دي كلها. طبعا خفت بقى الفاكهه تبوظ. طبعا ضربت عصير برتقال طبعا بالسكر، كان حطيت عليه نسبة سكر حلوة كده عشان انا عندي الفراولة دي مززة شوية والرمان فيه نسبة مزازة، وكمان عشان البرتقال يحافظ لي على الكمال على الموز وعلى الفاكهة اللي موجودة معايا وكده. لازم تضرب ايه عصير برتقال، لو مش عندك عصير برتقال ممكن تحطي عصير جوافة ولا حاجة عشان برضو فيها نسبة حديد، ممكن تعصروا ايه ليمونة بقى عشان الفاكهة اللي معانا دي كلها لونها ما يغمقش في ايه في الكوكتيل ده. جميل جدا. طبعا هنحطه بقى في الاطباق الحاجات دي كلها كده، وهنزل بقى منها الحميدسي بقى ادي منها لامي، يعني ايه عشان نخلص بقى الكمية والتيمدسي، عشان عارفة هنحطوها في التلاجة عشان الجو ساقع، بس ما بيحبوش الحاجة في التلاجة اولادي. هنحطها بقى في الاطباق وهنزل منها بقى الحماتي وادي بقى الام وكده، بس اهم حاجه حماتي طبعا وامي برضو، بس طبعا عشان حماتي طبعا معايا في البيت، طبعا بعمل اي حاجه حلوه لازم انزل لها منها، فبستخسرش مش بستخسر فيها اي حاجه خالص عشان هي طبعا ام زوجي وحماتي وكل حاجه. بسم الله بقى كده. على حسب بقى ايه، ممكن تنزلي بقى اتنين ممكن تنزلي تلاتة، طبعا هي حماتي وحماية بس، يعني بس برضك ايه
هنزل كمان طبق، يعني بالظبط كده هنزل 3 اطباق، والباقي يعني طبعا هودي طبقين لماما وامي وكده، والباقي بقى اخليه بقى يا رب بس ياكلوه زي ما انتوا شايفين كده. هنخلي بقى الباقي التاني كده على جنب. بسم الله زي ما انتوا شفتوا كده خلاص هو برد معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى بقى اجيب حاجه كده عشان ما بهدلش الدنيا. بسم الله. طبعا الكوبايه دي نضيفه وبصوا وعافيين نسبتي كده. احلى حاجه لازم اقول لكم احسن حطوه هو سخن، حط الفراوله وهي سخنه احسن. تحط الفراوله وهي سخنه، الكاستر وهو سخن يعني عشان تلزق احسن. شفتوا لما انا حطيت الجيلي شفتوا الفراوله طلعت ازاي؟ هنغطي بقى الفراوله دي كلها كده، مش عايزينها تبان فراوله خالص، بس اهم حاجه نحط الكاسات الاول ونشوفه كده. بسم الله. وكمان حطيت رمان جواها كده كمان تبقى جميلة جدا. ممكن تعملي الوصفة دي بقى في الأعياد الميلاد، تحطها في الكاسات دي كده في أي مناسبة عندك. من اكتر الوصفه دي ممكن بعملها في ايه؟ بعملها في الاعياد الميلاد اكتر. بصوا دي بقى شفتوا روحه كده، هرجعوها مكانها. بصوا هرجعوها مكانها تاني كده. انت رايحه فين انت كمان؟ تعالي كده اثبتي كده زي ما انتوا شايفين بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطه بالراحه واحده واحده، احنا عايزين اصلا مش عايزين تبان في فراوله خالص، عايزين نغطي الفراوله بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده طبعا حطيت بقى الجيلي بتاعنا على قد ما تقدروا. اول ما الكاستر بتاعنا يمسك، اول ما الكاستر بتاعنا ما نفضوه في القالب ده على طول تحطوا ايه الفراوله عشان تمسك معانا. هنحطوه بقى في التلاجة بالظبط. شوف هيقعد معانا قد ايه، ممكن يقعد معانا ساعتين، من ساعتين لثلاث ساعات كده بالظبط. واول ما يطلع اوريها لكم. وطبعا عملنا بقى الكوكتيل بتاعنا ده الجميل ده، بيسموه ايه، كوكتيل او فخفخينه حاجه زي كده يعني. طبعا هنزل منه لحماتي، وطبعا اودي منه لامي، والباقي ايه شوف اولادي هياكلوه بقى ولا لا، عشان هم اصلا بجد تعبيني جدا في حوار الفاكهه ديت. ممكن كل فين وفين لما يفكروا ياكلوا فاكهه وكده يعني، ساعات بجيب الموز وساعات بيبوظ عندي. بصرف بقى فيه بدل ما خساره ما يبوظ عندي وكده، قلت ايه اعمله بنفس النظام ده يا رب بس ياكلوه. طبعا هنحطه بقى في التلاجة بنفس النظام ده كده، هنحطه شوف هيقعد بقى ساعتين او ثلاثه، واقول لكم برضك هو قعد كام ساعه بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط سبتها كام ساعه، سبتها 4 ساعات ما شاء الله بجد. طبعا غلفتها بالورق استرتش كده عشان الكاستر بتاعي ما يلقطش اي ريحه من التلاجة خالص. سبته 4 ساعات حسب ما انتوا عايزين بقى، عايزين تسيبوه ليله كامله براحتكم. شايفين جميل جدا. بصوا اهو شايفين حلو جدا 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 يعني ما شاء الله حلو قوي. طبعا عشان في ضيوف جايين لي كمان شويه وكده، انا مش عايزه ابهدل ايه الصينيه بتاعتي. بصوا بجد حلو قوي قوي يعني في منتهى الجمال. بصوا اهي شايفين اهو، قلت اوريكم برده ما بيقعش خالص ثابت ازاي. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم، بس ما تنسوش بقى تعملوا لايك كتير على الفيديو ده. بحبكم جدا في الله، مع السلامه، اسيبكم في رعايه الله وحفظه.